اولا السياق. السياق باختصار شديد من وجهة نظري هو انه الثورة دي من يوم 25 يعني من يوم 11 فبراير عشان ابقى ادق، بتمر بعمليات غدر وسرقة وخيانة متعددة، وهي من كتر ما هي ثورة عميقة وبالطبع جماهيري واسع قادرة انها تستوعب وتواجه هذه العمليات المتكررة من الغدر والخيانة. المرحلة الأخيرة هي طبعا أكثر المراحل قسوة في هذه الحالة المستمرة من الغدر والخيانة، وهي سماتها الرئيسية إنه القوى التي كانت قادرة على إنها تطرح نفسها في المجال السياسي بعدما فتحت الثورة الأفق وكسرت الأوضاع اللي كانت موجودة قبل 25 يناير، القوى اللي كانت قادرة تسيطر وتلعب أدوار جوهرية في المجال السياسي هي في الحقيقة قوى غير ثورية في أحسن التعريفات ومعادية للثورة في معظمها. والقوى الثورية لم تكن قادرة على أنها تحول الحركة الجماهيرية الواسعة والإرادة الجماهيرية الكبيرة أنها تبني مجتمع جديد، ما كانتش قادرة أنها تنظم نفسها وتوحد نفسها وتمركز نفسها بالقدر الكافي أنها تقود حركة الجماهير دي. ففي حركة جماهير قوية وفي قوة سياسية عاجزة ثورية عاجزة عن أنها تقود القوة الجماهيرية دي أنها تنتصر بالثورة، وقوة غير ثورية أو معادية للثورة هي اللي قادرة تلعب أدوار في حصد نتيجة الموجة الثورية دي. طبعا ده خد انعكاسات كتيرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفي الأشكال السياسية وفي الدستور السابق وكل الحاجات دي. اللحظة اللي وصلنا اللي احنا بقينا فيها ديت لحظة انكشفت فيها معظم القوى السياسية وأصبحت بعيدة عن الجماهير بما فيها الإخوان والسلفيين اللي كانوا مؤثرين بشكل كبير. لكن للأسف الشديد في نفس هذه اللحظة ولأسباب مركبة ما فيش وقت لذكرها دلوقتي، في اللحظة اللي كانت القوى اللي كانت مأثرة على الجماهير وقادرة تكسبهم لمواقف أو قادرة تقودهم لمواقف ضد الثورة، في اللحظة دي نفسها لما القوة دي وقعت زي الإخوان المسلمين والسلفيين ما حلتش محلهم قوة ثورية. أولا طبعا القوة الثورية دي زي ما قلت مش منظمة، بس ثانيا لأنه الحركة الجماهيرية نفسها أصبح مسيطر عليها اللي ممكن نسميه جناح برجوازي صغير، أصبح كاره للثورة وأصبح بيعبئ في اتجاه إحنا عايزين أي حل حتى لو حل ديكتاتوري لاستعادة الأمن وكذا. الظروف دي اللي هي الثورة المغدورة يعني اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي، حركة جماهيرية مسيطر عليها توجهات يمينية وماشية ورا السيسي، وحركة ثورية ضعيفة جدا، وقوة حتى رجعية كانت قبل كده وقعت، اللحظة دي من حسن الحظ في الحقيقة انه ما زال هناك شيء جوهري بيقول لنا انه الثورة ليها فرص وجولات اخرى، غير حتى ان الحركة الجماهيرية لم تحقق اي املها. الشيء الجوهري ده هو انه الدولة القديمة اللي كانت موجودة ايام مبارك، اللي كانت متماسكة، اللي كانت قادرة تخلق اليات للهيمنة الطبقية ليها طابع معقد ومتماسك بدرجة كبيرة، الدولة دي اتفككت وضعفت ولم تعد حتى اليوم، فبقت عبارة عن كانتونات أو طوائف أو مجموعات متنافرة ومتناثرة وتتخانق مع بعضيها. لا الطبقة الحاكمة ولا جهاز دولتها قدروا يستعيدوا نفسهم زي قبل 25 يناير. في السياق ده، السياق اللي احنا بنتحرك فيه ده، الشيء الجوهري، الشيء الجوهري في الدستور كان عكاس معقد صحيح، بس في الاخر اصله هنا عملية كتابة الدستور كان عكاس للاوضاع ديت، هي في الحقيقة محاولة لعقد صفقة ما بين اجهزة الدولة
المفككه وبعضها البعض، وما بينها وما بين اجزاء من الفلول على تغمه رجال الاعمال واصحاب النفوذ والمال في البلد، يعقدوا صفقه عبر كتابه الدستور ما بين بعضهم البعض، ان هم يشوفوا ازاي هيوزعوا الغنائم ويديروا البلد حتى على الاجل القصير، ان الدستور ده هيسقط، بس ازاي يديروا البلد على الاجل القصير فيما بينهم وبين بعضهم البعض. باختصار انا شايف الدستور ده زي ما بالتاكيد كلنا شايفينه ما هياش وثيقه بتعبر عن انتصار الثوره ولا عن ان القوى الثوريه وممثلين الجماهير الثوريه في السلطه، ولا حتى على انه قوة اصلاحية نتيجة انه الثورة كسرت النظام القديم، قوة اصلاحية بتوصل وبتعمل شكل من الدستور الاصلاحي اللي بيحسن الاوضاع شوية خالص. لا، عملية كتابة الدستور ده واللي سبقه اللي هو دستور مرسي او دستور الاخوان بتاع 2012، عملية كتابة الدستور هي صفقة ما بين قوة متعددة كلها مضادة للثورة وكلها بتحاول تنظم طريقة حكمها وتوزيعها للثروة في البلد في ضوء انهيار نظام السيطرة السابق. وصيغة صياغة تانية انه كان في نظام المجتمعات الرأسمالية بتدار من خلال وجود مؤسسات للهيمنة الطبقية عندها روتين وقوانين ازاي تخلي الناس ساكتة ومبتثورش، وازاي تخلي الطبقات الحاكمة تحصل على السلطة والثروة وتحافظ عليهم. النظام ده كان أيام مبارك بغض النظر عن تفاصيله مستقر إلى حد بعيد، بس كان طول الوقت في أواخر سنين مبارك بيتآكل من الداخل، والثورة كانت دليل على إنه تآكل إلى حد بعيد. اللي بيحاولوا يعملوه في الدستور وهو لن ينجح إن هما بيحاولوا يجيبوا نظام آخر للهيمنة الطبقية، آلية أخرى للهيمنة الطبقية فيما بينهم وبين بعضهم عشان خاطر يستعيدوا هيمنتهم السابقه بطريقه مختلفه. دوله يوليو او دوله مبارك او ايا كان اسمها خلاص انتهت، وما بقاش يقدروا يحكموا بالديكتاتوريه، اليات الهيمنه الطبقيه الديكتاتوريه المباشره ما بقتش ممكنه، بقوا لازم يعملوا انتخابات من نوع ما، وبالتالي هم بيبحثوا ازاي الانتخابات اللي من نوع ما دي تبقى انتخابات للهيمنه الطبقيه، مش انتخابات ممكن يتسرب منها حريات جماهيريه او حريات او حقوق شعبيه. فده عمليه كتابه الدستور في رايي كده بينعكس ده في ايه؟ بينعكس بشكل واضح جدا في النقطه الثانيه اللي هي عمليه كتابه الدستور. العمليه بتاعت كتابه الدستور كانت ايام مرسي طبعا بالنسبه لنا كارثيه، لانه كان قوه زي الاخوان مهيمنه على الشارع وقادره تفوز في الانتخابات، بس كمان لانه خوفا من انه الـ 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 الانتخابات المباشره تجيب لجنه تعمل دستور ما هواش على مقاس الناس النافذه واللي بتقود البلد والمهيمنه، كمان عملوا لجنه دستور مش منتخبه مباشره وانما مختاره من البرلمان او مجلس الشعب. وطبعا احنا ممكن كلنا نبقى فاكرين الطريقه اللي اختيرت بيها توازنات وشد وجذب عشان تيجي متظبطه بطريقه مختلفه. في اطار التوازنات ديت كان فيها تقل كبير للاسلاميين، لكن بدون شك برضه كان في وجود قوي لممثلين قوى اخرى، وحتى لو ما كانوش جوه اللجنه كانوا بيحطوا حدود على عمل اللجنه. فكان في كارثه في عمليه كتابه الدستور في المرحله السابقه، اللجنه دي ما كانتش لجنه معبره لا عن الثوره ولا عن انتخابات مباشره وحره للجميع. الوضع دلوقتي واستنادا الى الحاله بتاعت عايزين اي دكتاتور، استنادا الى الحرب ضد الاخوان وكذا، نجحوا في ان هم من غير معارضه شعبيه يخلوا اللجنه غير منتخبه على وجه الاطلاق. يعني بعد ثوره اللي صنع الوضع ده كله جماهير بتتحرك في الشارع، بيحرموا الجماهير اللي بتتحرك في الشارع من انها تبقى هي صاحبه الحق في انها تكتب دستورها من خلال لجنه منتخبه مباشره، او زي ما كان بيقول الثوريين من 100 سنه فاتوا الجمعيه التاسيسيه اللي تحط الدستور بانتخابات مباشره من الشعب. فبقت لجنه غير منتخبه كليه، شوية خبراء قانونيين معرفش ايه اللي المفروض، يعني المفروض اللي هم شغلتهم ان هم لما الناس تكتب يصيغوها قانونيا صح، بس هم اللي حطوا المسودة. ثم بعد ذلك وصلنا لمرحلة تانية انه في مجموعة من 50 غير منتخبين البتة برضو بيحطوا. واظن انه من الواضح بالنسبة لنا انه هذه العملية بتعكس طبيعة الانقلاب، اللي هو انقلاب ليه تأييد نتيجة للظروف اللي انا قلتها، شعبي واسع
لكنه معادي للحريات والديمقراطية على أوسع نطاق. اللي عملته اللجنة دي اللي هي لجنة العشرة، واللي أظن إنه لجنة الخمسين مش هتغير فيه تغييرات جوهرية حتى لو كان في ضجيج كثير على انها تكتب دستور جديد وهتعمل وهتسوي و و، لكن القوى اللي داخلها واللي خارجها تحجم ده وتخلي التغييرات محدوده. اللي عملته زي مرسي ان هم بيشتغلوا على دستور 71، ما بيغيروش في تغييرات جوهريه، ما بيكتبوش وثيقه جديده تعبر في روحها وفي مضمونها وفي تفاصيلها عن الثوره ومطالبها وكذا. هم بيحاولوا يظبطوا اليه للحكم والهيمنه مبنيه على المنظومه بتاعت 71 اللي اتكسرت بالفعل في 25 يناير لغايه 11 فبراير. والمجالات الرئيسيه اللي بيعملوا فيها كده هي اهم مجال فيهم من وجهه نظري، وده الموضوع اللي وراء الستار في رايي الشخصي موضوع الخناقه الحقيقيه، هو نظام الحكم. كيف يمكن أن نختلق أو نخلق أو نبتدع نظام لحكم البلد دي يكون بيحافظ على مصالح الطبقات الحاكمة والمهيمنة زي ما هي بدون تغيير من قبل 25 يناير، اللي هي مصالح فئة من الرأسماليين صغيرة ومصالح فئة من بيروقراطية الدولة وقيادات الجيش وخلافه. نظام الحكم اللي موجود في هذا الدستور بيسموه رئاسي مقيد أو رئاسي مختلط مع البرلمان. هو بالأساس رئاسي لكنه مقيد إلى حدود ما. فهذا النظام قائم على فكرة أنه إحنا بينتخب رئيس وينتخب برلمان، وإن هما بيمارسوا تجاه بعضهم البعض المفروض سياسات من الردع المتبادل يعني، أو الكبح المتبادل، بمعنى إنه الرئيس بيختار مثلا يعني كمثلا الرئيس بيختار رئيس وزراء، لكن البرلمان لازم يوافق على رئيس الوزراء اللي اختاره الرئيس، ولو لم يوافق عليه الرئيس بيجي تاني يختار رئيس وزراء تاني، في المرة التانية بيختاروا لازم من الحزب اللي حاصل على الأكثرية، فإذا ما توافقش عليه بيترك للبرلمان إنه هو يختار رئيس وزراء. فبالتالي اختيار النمط ده فكرته إيه؟ إنه السلطتين اللي هم رئيس الجمهورية والبرلمان بيشدوا ويزقوا مع بعض لغاية ما يوصلوا لاختيار رئيس وزراء. فده مثل من الأمثلة بتاعت الردع المتبادل جوه ده، وفي أمثلة كثيرة كلها بنفس المنطق بتدور، انه البرلمان والرئيس بيشدوا قدام بعض. لكن في الحقيقه ورا ده في يعني قضيه جوهريه حطها الدستور في مسودته بتاعت لجنه العشره، هي انه الرئيس ليه اليد العليا في نهايه المطاف. بمعنى ايه ليه اليد العليا في نهايه المطاف؟ يعني الرئيس من حقه يعمل حاجتين جوهريتين يعطلوا العملية بتاعت الردع المتبادل دي ويدوله هو اليد العليا. الحاجة الأولى إن هو ممكن يعرض على الشعب في استفتاء مباشرة أي قضية عايز يعرضها على هذا الشعب. يعني باختصار بدل ما يلجأ للتوازن مع البرلمان يطنش ده كله ويروح جاي في استفتاء دي شكلها ديمقراطي، خارجيا شكلها ديمقراطي، بس طبعا احنا ممكن نكون اتعلمنا انه التجربه بتاعت استفتاء مارس 2011 بيبين لنا ازاي الاستفتاءات بتلعب ادوار في انها تعبق اكثر فئات الشعب رجعيه باستخدام نفوذ وجهاز الدوله وكذا عشان خاطر تحقق مطالب للقوى المسيطره مش للباقيين. فاول مخرج للرئيس من العمليه دي لما يتزنق هو انه يعرض البلد. تاني مخرج انه يحل مجلس الشعب، من حقه يحل مجلس الشعب برضه باستفتاء. يعني باختصار اذا كان البرلمان بيمثل بالنسبه له اي عقبه في انه هو يمرر سياسات فبيحل مجلس الشعب. الصوره دي فيها في نظام الحكم فيها درجه من القرب من التجربه مثلا بتاعت روسيا
اللي هي انه بعد انهيار طويل بعد الاتحاد السوفيتي، طبعا كان قبل ما ينهار كان دوله ليها طابع معين ديكتاتوري والقصه دي كلها احنا عارفينها، ثم انهار الاتحاد السوفيتي ومرت روسيا بمرحله طويله نسبيا من لدرجه انه اقتصادها تقلص بنسبه 40%، يعني تقريبا نص الاقتصاد اختفى يعني من كتر الركود والانكماش. ثم جه، ودي سنوات يلسن بالاساس، ثم جه نظام جديد للحكم، مش بس شخص، نظام جديد للحكم هو نظام قادم من اعماق الدوله الامنيه السابقه اللي هو بوتين والمنظومه اللي خلقها، اللي هو شويه رئيس جمهوريه وشويه رئيس وزراء، والمنظومه قائمه فيها درجه من الشبه كبير، انه صحيح في ديمقراطيه بس جوهر هو ايه؟ ازاي احنا اللي فوق ننظم عملنا ونبدل نفسنا على السلطه، مش ازاي يبقى في حريات من اسفل قويه. وفي نفس بنفس النطاق رئيس الجمهوريه ليه سلطه كبيره وقويه، واظن ده التفكير ده ممكن يبقى وراه مخاوف شديده من يعني الدوله القديمه وعلى راسها العسكر، عندهم قلق شديد من الديمقراطيه بس عندهم اضطرار ليها، هم في وضع مستوى ما يقدروش يرجعوا للنظام القديم ريح دماغك ويبقى ديكتاتور زي مبارك بالطريقه القديمه، وما يقدروش يقبلوا بالديمقراطيه الحقيقيه طبعا لانها ستتيح بنفوذ على المدى المتوسط، حتى ستتيح بنفوذ هذه القوى. فهم بيحاولوا يعملوا نظام فيه التركيبه دي، انه في مجلس شعب، لو رئيس الجمهوريه بيضايقنا يبقى مجلس الشعب فيه درجه من القوه انه يوقفه، لو مجلس الشعب بيضايقنا يبقى الرئيس، لكن في نهايه المطاف هم يرون انه رئيس الجمهوريه هو الشخص اللي ممكن يختاروه من رجالتهم او يختاروه قريب منهم للدرجه ان هم بيثقوا فيه فبيدوله السلطه العليا في نهايه المطاف زي ما انا قلت، سواء بحل مجلس الشعب او بالاستفتاء. فالمنظومه دي بتعبر عن رغبه الدوله القديمه في الحفاظ على مصالحها في اطار وضعيه جديده مضطره فيها تخش انتخابات وتخش الاختبار ده بشكل متزايد. وفي كلام طبعا احنا كلنا اكيد قريناه مؤخرا انه السيسي بيفكر يا يرشح نفسه في الانتخابات يا اما يجيب واحد قريب منه جدا بحيث ان هو يبقى ايه موجود على راس السلطه يقدر يحافظ على البلد. ف جزء جوهري من الموضوع هو النظام الحكم. الحاجه الثانيه اللي بتعكس المنظومه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي هي اللي يعني سماها كثيرون وانا برضو باسميه المحاصصه، اللي هو توزيع الحصص ما بين اجهزه الدوله، انه الدوله اللي كانت موحده ومبارك يقدر يشيل طنطاوي او يحطه، يعني راس الدوله يقدر يغير في كل جهاز من اجهزه الدوله، الوضع ده فك وبقى في كل مؤسسه من مؤسسات الدوله في اللحظه المفككه ديت عايزه تعمل لنفسها كانتون وتحافظ على وضعها وتخلق لنفسها دوله داخل الدوله. وده منعكس طبعا في الجيش اللي هو محاكمات عسكريه ومن حقهم يختاروا وزير الدفاع وسلسله من الحاجات، ومنعكس في القضاء، ودول اكتر مؤسستين، وطبعا كمان منعكس في الشرطه اللي هي الشرطه بتقول لك انا مش عايزه ابقى رئيس الجمهوريه هو رئيسي الاعلى. لا، رئيس الاعلى هو انا مع نفسي كده لوحدي. فالمنظومه ديت كلها بتعبر عن فكره المحاصصه اللي هي ونظام الحكم وجهين لعمله واحده. باختصار بقى وفي عجاله نقطتين تانيين انا شايف ما فيهمش تغييرات ذات شان بالرغم من الضجيج الكتير حوالين واحده منهم اللي هي نقطه الهويه. ما فيش تغييرات مهمة في نقطة الهوية من وجهة نظري، بالرغم ان في ناس كتيرة بتقول ان الغاء المادة 219 ده شيء خطير وكذا، لكن انا وجهة نظري انه المادة الثانية من الدستور كفيلة لو كانت هناك قوة كافية اسلامية مسيطرة على نظام الحكم انها تستخدمها وتغير هيكل الدولة بشكل كامل. اللي خلى المادة الثانية ما تعملش كده مش انها مش كافية قانونا ولا دستوريا، لكن انها جاية في لحظة او جت طول السنين من سنة 80 لغاية ما اتحطت لغاية دلوقتي في وضع ما كانتش فيه القوى الاسلامية قادرة على انها تعمل ده. وهو وضع طبعا مستمر لحتى الان، وعشان خاطر كده ما فيش مشكلة من تغيير في اي تركيب في الدولة ولا تتحول لايران ولا اي حاجة مع وجودها كشيء فضفاض وايه ورمز. فالكلام حوالين موضوع الهوية ده اكبر من حجمه بكثير بالرغم من ان ليه بعض الاهمية. واخيرا موضوع الحريات المدنيه، طبعا في تراجع كثير في موضوع الحريات المدنيه، من ضمن التراجعات المهمه اللي انا يعني اذكرها انه كان عن موضوع التعذيب، في كلام حوالين انه دي جريمه في الدستور بتاع 2012 بتاع مرسي،
وانه من حق الناس انها تقاضي بشانها، دلوقتي اصبح ده مش موجود. المطلوب فقط انها ما تحصلش، يعني ما بقاش في ردع مباشر لمرتكب تلك الجريمه مصادر دستوريه، وده طبعا بالتاكيد مطلب لجهاز الشرطه، وده على خلفيه طبعا اللي حصل من 30 يونيو، شيء منطقي جدا والا هيطلع يعني. فمضمون الدستور فيه الاشكاليات دي، وفي جانب اللي بيتعلق بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه لم يحدث تغيير كبير. كل اللي حصل في دستور 2012 او 2000 او اللي هيطلع دلوقتي، كل اللي حصل في الدستورين دول هو رطان وليس اي التزام. مفيش اي التزام باي حاجه. سنسعى ان احنا نزود ميزانيه الصحه، ربنا يسهل. سنلتزم بانه الناس تحصل على هذا الحق، مش الدوله بتلتزم انها توفره. وهناك فرق كبير، فالصياغات الدستوريه لا تلزم الدوله باي شيء على وجه الاطلاق. اخر حاجه عايز اقولها هي النقطه اللي بتتعلق بما العمل. الوضع صعب جدا، وانا لا اتوقع طبعا ان الدستور سواء في عمليه صياغته اللي هي بتوصل لمرحله النهايه دلوقتي، او في الاستفتاء عليه هيحصل فيه تغييرات مهمه وسيقبل. يعني من ناحيه اولى الصياغه هتبقى سيئه وضد الثوره، وفي نفس الوقت لما يستفتى عليه هيبقى بياخد اغلبيه. لكن بالرغم من كده انا وجهه نظري انه على التيارات الراديكاليه والثوريين عموما ان هم يضعوا المهمه دي في الفتره الجايه ولغايه الاستفتاء في قلب اهتماماتهم ويتحركوا عليها. ايه مغزى التحرك دوت اذا كان مش هيجيب تغيير جوهري؟ مغزى التحرك ده من وجهه نظري في عنوان عريض، البنى للمستقبل. انك تبني تيار متماسك حواليه انه هذا الدستور ضد الناس، لانه التيار ده لو انت بنيته وتواصلت معه بعد الاستفتاء هيكون هو المادة الخام للصراع حوالين الدستور وإسقاطه، وحوالين السلطة دي وإسقاطها في مرحلة لاحقة لابد هيكون فيها صعود للحركة الجماهيرية. وأنا بقول إن من حسن الحظ إنه في صعود الحركة الجماهيرية ده لن يواجه دولة قوية أو متماسكة، ده هيواجه دولة بتتخانق مع بعضها، وده هيدي فرصة أكبر وأكبر لأنه هذه الحركة الجماهيرية تاخد مكتسبات نقدر نبنيها بالتحرك حوالين موضوع الدستور من دلوقتي. شكرا جزيلا. انا هبتدي تعليقي بموضوع اللي هو مجموعه الاقتراحات والافكار والاسئله. مجموعه الاقتراحات والافكار والاسئله اللي بتتعلق بما العمل، ماذا بعد، نعمل ايه. انا هبتدي بان انا اقول انه تم الغدر بثورة 25 يناير، ولكنها لم تهزم هزيمة ساحقة. دي نقطة جوهرية، ودي نقطة ليست في الأمنيات ولا في الأحلام، ولكن في التحليل. على سبيل المثال الثورات الألمانية المتعاقبة اللي حصلت في العشرينات، والانتفاضات والتحركات المهمة اللي حتى في أواخر العشرينات ومطلع الثلاثينات قبل صعود هتلر للسلطة، انتهت بوصول الفاشي النازيين طيارات الفاشية مظهر الفاشية للحكم، وهزمت الموجة الثورية هزيمة ساحقة. الهزيمة الساحقة دي كان مضمونها إيه؟ مرتكزات وبؤر الحركة الثورية تم تحطيمها وتفكيكها بالعنف والقوة وبحركة جماهيرية من أسفل إلى أخرى. باختصار الثورة يعني زي ما بيقولوا كده يعني تم سلخها من الواقع من جذور. في الحالة المصرية لم يحدث هذا. في الحالة المصرية لم يحدث هذا. الدولة المصرية يعني لو احنا قارنا بألمانيا، وهي مقارنة بعيدة جدا يعني بس للتوضيح مجرد، الدولة الألمانية احتاجت إلى أن تصبح دولة فاشية يخترقها جهاز منظم ويوحدها بشكل هستيري ويحولها إلى رأس في مؤسسات الدولة، غير في جيش وشرطة وغيره، وجذور جماهيرية من الحركة الفاشية، وتقعد تخبط وترزع في كل بؤر للثورة عشان خاطر تقضي على الثورة لمرحلة جاية. الدولة المصرية من الضعف والتفكك والتفتت اللي كان
انها بتلعب لعبه شراء الزمن والتفاوض وقصر الاجل، وبالتالي فهي ما هزمتش الثوره، يعني ما جاتش على بؤر الحركه الجماهيريه ولا بؤر النضال العمالي والاجتماعي بشكل واسع ودمرتهم وقطعتهم حتت وفكتهم خالص. هذا لم يحدث من جانب الجانب. هي في الحقيقه في مرحله مضمونها وجوهرها انها بتحاول تلعب على التجيش الشعبي والجماهيري. طبعا في مظاهر فاشيه وكل الحاجات دي، بس مفيش جوهر الفاشيه اللي هو المطرقه القويه التي تحطم، والدوله غير قادره على هذا. فاحنا بنواجه حاجه ممكن اسميها كبوه قصيره او متوسطه الامد، ما هياش هزيمه تاريخيه مدويه او طويله خالص. بس يا اما تبقى متفائل بخباوه يا اما تبقى متشائم بخباوه، فالاثنين غلط. وجهه نظري الشخصيه ان انت تبقى يعني شايف الواقع بكل قبحه ولكن متفائل من خلال قراءه الامكانيات اللي هتتجاوز الواقع ده، بس موجوده في الواقع نفسه. الواقع بيحمل امكانيات تجاوزه. الحقيقه هي انه زي ما مصطفى قال المعادله اللي خلقتها 30 يوليو ثم 3 يوليو معادله غير قابله للاستمرار على الاجل الطويل. معادله لم تعد تركيب جهاز الدوله، يعني اللي هيقرا الحوار بتاع السيسي الراجل ده لطيف جدا لانه راجل جاي من المخابرات طبعا، فبيقول احنا بنعيد تركيب جهاز الدوله واصبروا علينا، احنا بنعيد، يعني فاهم اللي هو النظام اللي فوق ده اللي بيظبطنا ويقمعنا ويخدعنا وكذا باظ 25 يناير، هو باظ فعلا واحنا بنحاول نعيد تركيبه. انا رايي انه مش هيعرف يعيد تركيبه لانه الاطراف المختلفه في اللي فوق دول بيتخانقوا مع بعض وبيتخانقوا كلهم مع حاجات بره اللي هي القوى الدوليه وكذا، ومش قادرين يعملوا الحاجة المهمة الرئيسية اللي هي ايه؟ لا قادرين يعملوا فاشية هتلر ولا قادرين يعملوا التحسن الاقتصادي اللي عمله هتلر، يعني لا بيدفعوا ثمن انك تسكت ولا بيدمروك عشان تسكت، فالتركيبة كلها فيها امكانية للخروج من ده. احنا في لحظة ضعف فلحظة ضعف دي قوامها انك تبني. انا بقى وجهة نظري فيما العمل هو الاتي، انه احنا مش في معرض ان احنا ننتصر في الاستفتاء الجاي، احنا ده بره السياق ويبقى ده تفاؤل بخباوه. وفي الحقيقه احنا استنتاج من ده ايه؟ واحد، الاستفتاء انت ممكن تعمل فيه حاجتين، يتقاطع يا تروح وتقول لا. لو رحت وقلت لا كميه اللي هيقولوا لا اظن هتبقى اصغر بكتير من انها تخلق امل واسع لدى الناس انه في كتله معارضه كبيره للسيسي لانه ده الاستفتاء قريب قوي. ولو قطعت كميه اللي هيقطعوا برضه مش هتبقى بالحجم اللي، يعني باختصار اي تكتيك لن يؤثر في مجريات الواقع بشكل كبير. وجهه نظري ولن يؤثر في مزاج الجماهير بشكل كبير. وجهه نظري ان اي تكتيك هيؤثر في مزاج الكتله الثوريه لو اثر. وعشان كده انا اهتمامي بان الكتله الثوريه تكون موحده اكتر من اهتمامي بالقاطع، في اهتمام بالقاطع وكذا، بس اهتمامي انها تبقى موحده وتظهر ككتله. يعني لو في مكسب من القصه دي كلها انه تاني يوم الاستفتاء وعاشر يوم الاستفتاء تظهر كتله في عيون جماهير اعرض واوسع معروفه للناس انها بتمثل خط كذا في الواقع. ده المكسب الكبير. ليه؟ اذا احنا شايفين انه دول نفسهم قصير اللي فوقيه اللي بيقمعونا ويقهرونا دول وقدام ده، فالمكسب الكبير هيبقى ان الكتله دي تتبني عشان تقدر تعامل بالمستقبل. ده رايي في النقطه دي. النقطه بتاعت الهويه، طبعا الكليشيه الرئيسي للكثير من الثوريين هو انه الهويه زائفه. زائفة ازاي؟ اذا كان في ناس بتتقتل بالالافات على الهوية في صراعات هوية في كل حتة في الدنيا، يعني تلاقي مثلا السيخ نطوا على الهندوس او غيره او غيره والافات بتموت وفي كل مكان. فالهوية ليها معنى عندما تحرك، على رأي ماركس، عندما تحرك الفكرة الجماهير الفكرة تكتسب واقع، تصبح جزء من الواقع المادي. فالفكرة لما تلبس دماغ الناس ليها اهمية كبيرة ولا يمكن اهمالها.
احنا مشكلتنا مع الهوية هي ايه؟ عندما تصبح الهوية هي طريقة لجعل الخناقة ما بين مظلوم ومظلوم. دي مشكلتنا مع الهوية. وانا رأيي انه ده ينطبق بدقة على موضوع الهوية كما نصفه في الحالة المصرية. ليه؟ لانه في ناس الهوية بالنسبة لهم تحررية، يعني السود في بلد في اضطهاد السود ويقولوا الهوية السوداء الهوية السوداء الهوية السوداء، احنا ضد السود. دي هوية تقدمية حتى لو عندي معها بعض الخلافات في حدودها وامكانياتها واتناقش معها وكل حاجة. لكن الهوية في مصر لما ادخلها على المستوى الدستوري السادات كان بيوصف بيها ايه؟ يلا يا مظلوم حارب المظلوم الثاني واخلق حالة من وهي تستخدم حتى الان في هذا السياق. احنا المفروض معركتنا تبقى مع الهوية من هذا المنظور، مش معركتنا مع الهوية بمعنى اي هوية او اي كذا. مشكلة فين؟ ان الهوية كما يحارب حولها في مصر هي اداة من ادوات السلطوية الطبقية. يعني انا هويتي اسلامي كله يسكت بس هعمل ليبرالية جديدة، انا هويتي مدني كله يسكت بس هعمل ليبرالية جديدة برضه. يعني هو ده الموضوع. فاحنا لما نحاربها المفروض مدخل محاربتنا ليه؟ انا مثلا وجهة نظري انه المحاربة في نوعين من المحاربة للمادة الثانية او من النقد للمادة الثانية في الدستور. في ناس بينتقدوا المادة الثانية من الدستور من وجهة نظر ان هم مدنيين، مصر مصرية مش مصر اسلامية، وهم في الحقيقة المضمون اللي ورا ده بنفس الرداءة بتاع الاسلاميين بس هم اقل كفاءة واقل جماهيرية. المفروض انا اقول ايه؟ انا اريد المساواة. شوف لي بقى ورا القصة، يعني هل معنى انك بتقول مصر اسلامية انه في ناس من المصريين هيبقوا اقل من الناس؟ لو استدعيت القضية دي في الاول هربط خناقة هوضح انه خناقة الهوية بتخلق سلطوية وبالتالي هكسب انصار صحيح قليلين بس سيكثرون مع الزمن وفي المعارك. اخر حاجة هقولها تتعلق بالقوى الثورية والإخوان والثورة وكذا. وجهة نظري الشخصية إنه ما حدث في الثورة المصرية جزء منه مش غريب. كل الثورات المتوسطة والكبيرة في العالم تاني يوم سقوط النظام القديم أو اختلاله بشكل كبير جت للسلطة أو شاركت في السلطة بشكل رئيسي قوة مش ثورية. يعني سواء الإخوان أو الكادات في روسيا أو غيره أو غيره أو غيره، السبب بسيط إنه الناس اللي بتبقى في نفس اليوم اللي عاملة فيه ثورة وهي في يوم ما هي عاملة الثورة ما بتبقاش شايفة كمعارضة مهمة للنظام اللي وقعته إلا المعارضة اللي كانت بارزة أكتر ومتبروزة أكتر. وأسباب أخرى لها علاقة بدور الإصلاحية في التاريخ وقصة مش مجال دخولها. فما كانش في مفاجأة في الحقيقة انه الثوريين ما يبقوش شيء مؤلم، ان الثوريين لا كانوا مستعدين يبقوا موجودين في تاني يوم ولا في 10 يوم ولا بعد 100 يوم ولا 1000 يوم، يعني هم مش مستعدين لغاية دلوقتي. والسبب في ذلك انه على خلاف حالات اخرى مش كتيرة في التاريخ لم يكن هناك خميرة من التنظيم الثوري او من الوجود الثوري المتماسك القوي. التنظيم ما بيبنيش فيهم وليلة، وبالتالي فما كانش فيه هذه الخميرة، وبالتالي احنا بنعاني من اثارها دلوقتي. وجهة نظري انه حل ده هو ان يكتشف الثوريون المتنفرين في حاجات كتيرة جدا اللي هما يسار الثورة، يعني اللي على شمال الثورة، يكتشفون ان في مساحات مشتركة فيما بينهم وان هذه المساحات المشتركة اهم بكتير في المرحلة دي من المساحات المتنافرة، وإلا اللي على يمينهم كلهم هيكسبوا. وعشان كده أنا من أنصار إنه فكرة فعلا جبهة انتصار الثورة ثوار دي تجربة ينبغي السهر عليها. السهر عليها مش بمنطق إنها تبقى تنظيم جديد، السهر عليها إنها تبقى مساحة يجتمع فيها اللي على شمال الثورة ويختلفوا فيما يختلفوا، بس اختلافهم ده يغني الحوار فيما بينهم ويرفع مستوى الوعي السياسي ويقدروا يكسبوا الهامش اللي دلوقتي هامش للاسف من الثوريين اللي هم في الجماهير الاوسع بتكتيك واستراتيجيه فيهم احساس بالواقع، بس فيهم احساس بالواقع ده ممكن تجاوزه.